والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بسم الله بدينا وعني بيصلينا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزمتكم، مرحبا بكم صديقاتي في فيديو جديد. الحمد لله وصلنا سلامات، جينا روح للمتلوي، كنا في رديف العرس، جينا من العرس باش نوريكم هكا نهار الاخر في رديف، نشارككم هكا مناظر جميله طبيعيه، نعرفكم على جهتي عبر الكاميرا، هكا نسافر بكم معايا ونجاوبكم على اسئلتكم. الله غالب الفتره دي مانيش قاعده نرجع على كومنتير، كما تعرفوا انا في عرس ومع العرس السهريات الطوال، يا ربي نخلط باش نهبط الفيديو ونقرا راهو ميساجاتكم وكل، اما لي كومنتير يشدوا لي وقت في الكتيبه، هذاك عليك ان شاء الله توكي يبدا عندي هكا وقت ان شاء الله. هكا كي نرجع للدويره نقرا لكم هكا ميساجات، مش نقرا نجاوبكم على الميساجات، وداير اي سؤال نلقاه هذاك علاش نقرا لي كومونتير باش نجاوبكم على تساؤلاتكم. الحصيلو هاكم معايا في فيديو اليوم، وان شاء الله فرجه ممتعه للناس كلها، والسهريه اليوم برا قدام الدار، هذه هي اجواءنا، هذيك دارنا البنات سابقا لما كانت دارنا. توا شفتوا البنات شخص كنت رجع بيا ايام زمان، يا حسره ريتو البلاصه هذيك تو ذكريات، ذيك ديما قدام دارنا كانت لما غاديك والقعده غاديك، وحتى هنا الحقيقه الحومة كل نقعد هناك. وشوفوا نسيمه اليوم فما نسمه، اما احنا نسمتنا بالعجاج راه بحكم عندنا الفوسفات الله غالب علينا. نجي هنا نحب نقعد هكا القعدات هذيا، عاد خالتي تعمل لي هذوما الايامات اللي قالت لي عليهم التكيز بري بري فات وضربي السهريه حصيل، ونخرج قدام الدار هز المفتاح معايا نقعد لبرا انا والبنات في حومتنا. حصيل وهم فاتح قاعده هكا نحكوا فيها، نذكروا فيها اياماتنا، نضحكوا فيها. يا حسره على الزمن الجميل وايام الزمن الجميل، ومحلاها قعده الصيف. تعرفوا تو راهي حكيت ساعتين قاعدين هكا ملمومين قدام الدار، نحبوها القعده دي، مش قدام دارنا خاطر صيت وما عادش دارنا، ان شاء الله هكا في شوفوا بيسي بيسي في الحومه تنقز، مدري واش تصطاد مش عارفه ظهرت لكم ولا لا. بش 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 بش. هاي بيسي هاي قاعده هني على الضو، خزرت لها. المهم اجواء هكا سكت الناس كلها باش نسجل انا الصوت. المهم صديقاتي هاكم معايا في فيديو اليوم، وان شاء الله فرجه ممتعه للناس كلها، حبكم ريحيكم برشا برشا. هاي متعدي ومتعدي العسل ومتعدي العسل. وتوا صديقاتي باش نبدا معاكم الرحله السفرة اللي حبيت من خلالها نوريكم دينتنا وبلادنا وجهتنا بكلها. قلت نستغل الفرصة مدني راكبة هكا في ثنية نصور لكم شنو عنا السخانة، ما نحكيكمش أولا هي السخانة راهي في كل بلاصة، الفترة اللي جا فيها العرس واللي جت فيها معناتها السفرة متاعي أنا جت أيامات سخونة، أما الحمد لله على كل حال نجزناها كيما نقول أنا، ربي ساعدنا بلطفه، وهذاك هو الصيف، الصيف راهو ضيف يعني قد ما بشي يقعد بشي يمشي على روح. صحيح انا ما نحبيش استغفر الله يا ربي، خاطر انا والده في الشتاء والصيف يتعبني من ناحيه السخانه، من ناحيه اعزكم الله العرق الماء، نعطش برشا هو في الشتاء ونعطش خليه في الصيف. كنت سجلت لكم يا البنات الصوت هنا، ولكن لقيت فيه الموسيقى والكل في الكهرباء وليت نحيت. هنا اخر نهار في رديف، نحب
بنحيي ناس الرديف محليهم ومحلى طبيعتهم ومحلى مدينتهم، نحبها برشا. راهو الرديف الدار دي ما شاء الله حبيتها كنصور من برا المنظر عجبني، ربي يبارك الناسها. ونحن هكا باش نمشي ونركب معايا للا، على فكره معايا بنت خالتي، كانت ماما سبقت روحت هي وخالاتي والناس معناتها ما قعدتش برشا. علاش؟ على خاطر بعد العرس يعني ما قعدتش برشا، انا قعدت ايامات بعد العرس، خالتي شدت فيا ام العريس باش نقعد. ويوم روحت على جري اخويا سالتوني عليها ويني فاتن في نهارين هذوما الاخرانيين، قلت لكم راهي على جل رياض يفيق بكري ويخدم وكل ما نجمتش تخليه هنا الى اللقاء الرديف. ان شاء الله نرجع في ساعة سعيدة بقدرة ربي، ان شاء الله ربي سهل باش نرجع لخالتي باش تخيط لي هكا رويبات. رويبات تعرفوا مازال الصيف، مازال الصيف، ان شاء الله نرجع لها ونقد حاجات عندها. تو نصور لكم كل شيء. هذايا طريق من رديف للمعرايس، باش الناس يقولوا لي فاتني يا اخي بلادكم ريف. والله نتمنى انه تكون بلادنا ريف، بلادنا راهي مدينة ما فيهاش معناتها برشا فلاحة. عنا نخل صحيح، بلادنا فيها نخل يعني كيما نفطة كيما توزر، موجود يعني جهتنا كلها هكاك، أما ما عناش توا قاعدين يحاولوا لأنه الأرض ما شاء الله معناتها كيما نقولوا حنا تجيب. ولكن ولت توا العباد متجهة قبل معروفة عن لينا الفوسفات، عنا الفوسفات، ولت الناس توا كي تزرع تلقى يعني الأرض تجيب الأرض بالقدا. هنا المينا لبنات المينا هذه هي اللي يضربوا بها في الجبل باش تخرجك الفوسفات، لأنه نحن جبولاتنا كلهم فوسفات. وأنا يعجبني المنظر صورت لكم طبيعتنا، هذاك اللي عنا اللي عنا صورته لكم. ف كنا نحب وش خاص كان تعمر الأرض تولي كلها خضار، هي حاجة معناتها تونس معروفة بخضارها من شمالها لجنوبها لشرقها لغربها، حتى في بلايص اللي تكون فيها الصحراء تكون فيها النخل، فما مش غريبة علينا يعني. إن شاء الله تتجه توا الشباب والناس اللي تفهم في الفلاحة ومغرومة راهي الأرض تجيب. هي معناتها أنا نعرف، أما شنو هو ناقص؟ ناقص الماء. باش تشوفوا معايا راهو هكا بلايص محليهم، انا في نظري انا محليهم، حبيت نوريهم لكم. عادي بين مدينه ومدينه باش تلقوا صحراء، تلقوا شويه شجر، مش تلقوا دنيا خضراء من اولها لاخرها. هذاك في الشمال الغربي معروف عليه، تحيه للشمال الغربي والناس الشمال الغربي. اما راهو في الجنوب تلقوا صحراء، تلقوا يعني ارض مسيبه ما فيها حتى شيء، ولا تلقوا نخل، ولا تلقوا الشجيرات كي كابين في الثنيه، وإلا كيف بلادنا احنا اللي معروفة بالفوسفات تلقوا جبولات كلها فوسفات. باش نجاوبكم قبل كل شيء على كل الأسئلة نتاعكم على العرس وعلى شنو منين وبقديش وكذا، أما قبل كل شيء فما شكون سألتني على لالا برشا مانيش عارفة أنا، أنتم فما اللي يتبعني فما جديد معانا يقول لي يعني كي تحكي على لالا شبيها وكلها. لالا معناتها ديجا قلت قبل وتعرفوا كل اللي هي صار معاها هكا حادثة إنها طاحت وتكسرت وعملت عملية وقعدت فترة. تعرفوا لالا من أكتوبر في المتلوي جت بحذية أنا شهر، كانت بحذية شهر هذاك ممشيتش لدار رمضان، جت عندها كنترول عند الطبيب وبعدين رجعت للمتلوي. يعني الفترة هذيك كلها قعدتها بحذا خويتها هنا في المتلوي، ما روحتش فيها. إن شاء الله ربي يشفيها ترجع معناتها أكثر راحة، تولي ترجع لدويرتها. هذه حاجة. الحاجة الثانية هنا وصلنا لهم العرايس، تحية لهم العرايس ونسم العرايس. شوفوا كل مدينة رو عندي فيها ذكريات. الرديف نحبها برشا خطرني وقت صغري كل بريسك كل عطلة نمشي فيها للرديف بحذا خالتي، نمشي مع جديتي الله يرحمها وينعمها ويرحم جميع المؤمنين. فالبلايص هذوما عندهم هكا ذكرى حلوه، ام العرايس سكنت فيها خالتي، كنت زادة نمشي لها نقعد فيها. نتذكر البنات راجل خالتي ربي فضله كان يزرع حتى الفريز، وكان يطلع له الفريز فم العرايس، وكان يعمل هكا تفاح، كان فما فيها برشا عنب كرموز. قلت لكم الارض راهي تجيب، واللي يسمعوا فيها واللي عندهم هكا جرده ولا حاجه ننصحهم باش يزرعوا، اما لازم الماء.
الماء نقص عنا برشا. المهم هو راه والله يقولوا موجود، اما مانيش عارفه شنو المشكله نتاعو، والقصان نتاع الماء برشا عنا قصوا علينا برشا الماء. معناتها الدنيا سخونه والناس معناتها تستحق باش تدوش وباش تسيق وباش برد ديارها وتقضي. المهم معناتها ما فان شاء الله المشكله دي يلقوا لها الحل. المهم برشا منكم سالتوني، اولا مش نجاوب على اسئله العرس، فاتني يا اخي لاله هي ام العريس؟ لا لا، لاله راهي خالتنا الكبيره، خالتنا الكبيره واللي نحنا نبجلوها في كل شيء، معناتها اللي حطوها في بلايصه باهيه، فهي اللي نبجلوها باش تحني للعريس، باش تقعد هكا في بلايصتها معزه مكرمه. كيما تعرفوا زاده حتى ان المشي وكل يثقل عليها، فكل شيء مبجلينه هي فيه. هذا بالنسبه للام العريس، يا خالتي الخياطه اللي في الرديف. وهنا يا صديقاتي خرجنا من العرايس ودخلين على المتلوي. معناتها شدين ثنية المتلوي، هاي باش تشوفوا ثنية المتلوي. ثنية المتلوي راهي سبيسيال شوية، خاطر كلها هكا باش تشوفوا الكمين، باش تشوفوا حركة نتاع الحركة الاقتصادية. صناعتنا شنو ولا بلادنا، بلاد منتوجنا الفوسفات. تشوفوا الكمين، تشوفوا حولت هكا، نعطيكم فكرة، نعيشكم معايا تشوفوا مدينتي اللي أنا فرحانة ونفتخر ونتشرف إني أنا من المتلوي. قالك ما تقوليش وشنو قدمت لي بلادي، أنا شنو النجم نقدم لبلادي؟ نحب يا خويا أرضي وأرض جدادي ونعتز بها. المهم وتحية للناس الكل، ورانا كنا وخيين، وراه من شمالنا جنوبنا شرقنا غربنا، فما حتى فرق بيناتنا. كل بلاصة فيك يا تونس عندها مميزاتها وعندها سحرها وعندها جمالها وعندها هكا روحها. كل بلاصة تمتاز بحاجتها، حاجة ما تنقص من حاجة، بالعكس حاجة تكمل حاجة. تحسوا وين تقولوا وكل حاجة تلقوها عنا، تقولوا الصحراء تلقوها عنا، تقولوا البحر تلقوها عنا، تقولوا جبل تلقوها عنا، تقولوا الخيرات الكل موجودة عنا. وربي ديما نعمة ويحفظها من الزوال يا ربي. هنا صديقاتي كما قلت لكم خليني نكمل لكم على عرس برشا بنات فاتن يسألوني وين قديتي. وهنا سنة للجبل لجبولات الفوسفات. باهي فاتني وين قديتي؟ أنا قديت عند بنت خالتي، بنت خالتي في الدار، ماني قلت لكم راهي بنت خالتي مغرومة هكا والكل، فقدتني هي، ما مشيتش معناتها الحجامة. وسألتوني على العروس وين قدت؟ العروس قدت في قفصة عند ريم. وسألتوني بقديش، ومعناتها تسألوا فيها على العروس قديش كلفت، على خاطر فما برشا من جهتنا عندهم عروسات. سألتوني حتى على الفرقة تو نجاوبكم. بالنسبة للصوم راهو قال لك انت وما تختاري انت والروبة، فما فورفي مثلا تاع زوز ملايين، مليون ونص، زوز ملايين، انت وما تحبي، هذاك يقعد لك اختيار لك انت كي تمشي. والكل راهو عند الحجامات الكل، هذه حاجه نحب نقولها لكم معناتها عن اللي شفته انا كي نسال العرايس وكل يقولوا لي هكا هكا. وما نحكي لكمش انا شيطت ثنية ولد الشمس كلها فيا، قالت لي فوفا اللي نحياها وفا اللي مشيت بحذاها في رديف، قالت لي فات تبرانزيتي مالا في ردي اي تبرانزي. نحب نقول لها روح حتى في الشتاء عنا احنا شمسنا راهي حارة، هي ديجا بتعرف توا ساكنة وكلها شمسنا حارة حتى في الشتاء دافية، معناتها ما تحسوش بك البرد. كان في الليلة وني تبرد برشا هذايا في الشتاء. به توا سألتوني على الفرقة، شفتوا البنات لم في أسئلتكم وكلها ونجاوب عليها. فرقة اسمها فرقة الشروق، فما يدور لي ادخلوا في الفيس تلقوا على القفصي يدور لي هكاك، ادخلوا له تو يقول لكم معناتها، خاطر انا ما الحقيقه ما خديتش الكارد فيزيت نتاعهم ولا نعرف عليهم حاجه، اما هذا اللي نعرف نعرفها فرقه الشروق، ما خديتش عليهم لي كوردوني نتاعهم، اما نجمو تلقوه عند هذايا معناتها خاطر هو فنان معاهم. بالنسبه هذايا للفرقه، بالنسبه للمنتزه راني جاوبت وقلت لجماعه رداي في المنتزه راهو في العروم، العروم اسمه منتزه، وقلت راهو بمليون ومية. هذايا اللي انا عرفته من عند عائلتي. وانتم زيدوا امشوا زيدوا ثبتوا الكل وشوفوا البلاصه، واكيد معناتها انا عجبتني الحقيقه، وربي هني جميع المؤمنين
وعلى فكرة صدقوني يا البنات، راهو مش معناتها الواحد يعمل يوري ولا يقول ها مثلا باش يوري البهرج، راهو العرس هو الهناء قبل كل شيء، واللي يلقى باش انه يعمل ليلة باهية والكل في حياته علاش لا، ربي يفرح جميع المؤمنين، تقعد له ذكرى حلوة. وانا ديما ننصح نجم حتى ما تعملش برشا بهرج ولا حاجة، اما نفضل انه تكون مثلا ليلة العرس ليلة المرواح هكا في صالة ومع شوية معناتها راهو فما الأسوام المناسبة، مش معناتها راهي الصالات الكل غاليين ولا المنتزهات ولا الفضاءات، نقول أنا تلقوا أسوام معناتها معقولة وكل. نعرف اللي العرس غلاء، هذا حاجة كنا متأكدين منها، أما والله راهو ينجم الواحد يلم يديه ويعرف كيفاش يتصرف ويعرس بصوم ما هوش غالي برشا، معناتها يعرف يتحكم في الميزانية متاعه، كل قدير وقدر. نجم تحل يديك تلقى روحك في الطاش في الملاين الطاش، وتنجم زيادة تعرف كيفاش تتصرف، تعمل الويلة وفرقها صباح صغاريت في دارنا، تعمل حاجة في المتناول، كل حد راهو يعرف كيفاش يمشي على خطوته. يعني مثلا في عوض برشا حاجات الواحد يقلل شوية، المرأة زادة تتنازل شوية، مش كل شيء معناتها تطلبه ولا ما تطيحش، وإلا أنت فما حاجات نجمو نتجاوزهم، هذايا في حال إنه إنسان عارف روحه وإمكانياته على قدها بالنسبة للعرس. والعرس راهو يعني يتطلب برشا حاجات، وان شاء الله ربي يكون في عون الناس الكل. هو راه يقول لك الزواج نصف الدين، هنا شفتوا هذايا هذاك طريق يعدي اللي فوق، هذاك نسموه احنا هذاك يعدي الفوسفات، هذاك يبدا بالضوء يختم ويعدي الفوسفات. وهنا دخلنا للمتلوي، الحمد لله على سلامتنا المتلوي، بلادي وارضي وارض جدادي، تحيه للمتلوي ناس المتلوي. اسمعوا بفصفاتها، شفتوا غبرتها، شفتوا فصفاتها، شفتوا دنيتها كل اللي انا مشيني تو حاليا لمحالة كبرت بيها وبخدمة بابا الله يرحمه وينعمه ويجعل مأواه الجنة. اما صراحة ياسر غبروا علينا، ياسر بربي شوفونا حل دفاتي بلونا شوي. الثنية دي دخلت المتلوي فيها برشا، شفتوا ولا حبيت تعمدت اني نوريكم كيكي الحجر اللي في الثنية، ما زال راهو هنا يتسمى ما فماش، اما فما طريق في دورة المتلوي بالضبط، وانتم دخلتوا وين لافري ياسر من دك دك، يا ريت يشوفونا في حل بصراحة. اختار صافي وين الكمين اللي تخرج تو نوريهولكم، غير سبقت بالحديث باش ما ننساهاش كي نفكر نقطة نقولها لكم. مهم صديقاتي، هذا بالنسبة للعرس، لعرس السؤالات اللي سألتوهم لي، ولبستي اسكو القفطاني هذاك راهو متاعي شريته، ما هوش مكري ولا مخيط ولا حاجة، حقيقة شريته حاضر. وبالنسبة لنهارة الحنة لبست الجبة، الجبة راني مخيطتها، يعني نقول لكم جبة خيطتها والقفطان شريته حاضر. واحد راهو يعرف كيفاش هكا يتصرف، راني لما يدينا الفترة دي البنات ولا وين وش صرفت، اما نقول لكم لما يدي خليك هيك. اما بالحق يعني يعني مربي انا وفيش معناتها غارقة، وان شاء الله ربي يوصلنا بالسالم، وان شاء الله ربي معانا ومعاكم. وبصراحة الصيف بلوعة بلوعة، حشاكم عزكم الله انت عصرف في كيك سوها، الواحد يحب يخرج يحب يتفرهد يحب يسافر يحب تجيه العروسات تجيه ربي مع الناس اللي عندهم صغيرات واللي توا جيتهم الرونتري سكولير، اي عاد اشتد المصاريف متاع الكتب ومتاع الكرارس وكل. اما اذا يسمعوا في الناس اللي تقرا نقول لهم اذا عندكم طبليه، نقولوا احنا المنديله تاع القرايه، مش بالضروره تشروا واحده جديده، اذا عندكم سكدو مش بالضروره تشروا واحد جديد. وانا هذايا اللي قلتو لياسمين، اذا عندكم اسبادري معناتها باهي ونظيف وكل، زاد مش بالضروره والديكم، واذا لقيتوا منين تهزوا الكتب نتاع العام اللي باش تقروه نتوما قروب غيركم، خذوا من عندهم واستحفظوا على عائلتكم. هنا وصلت للكينه، الكينه العزيزه الغاليه، هنا وين تربيت وترعرعت، هنا دويرتنا، هنا بلاصتنا الجامعة هذاك من قبل دارنا. الحصيل مبقى لي تو كان باش نقول لكم في امان الله وفي حفظ ربي ورعايته، في فيديوهات جديده ان شاء الله فيها برشا جو، مازال عندنا راول افراح ومازال عندنا برشا حاجات، خليني ما نسبقش، تتعرفوا كل شيء في وقته، في امان الله.